أهلا وسهلا بالجميع، شرفتوني. اليوم مشروعي بعنوان Organic Light Emitting Diode بإعدادي أنا الطالبة ورود نافذ محمد وبإشراف الدكتور إسحاق موسى. رح أحكي اليوم Introduction وConjugated Polymer وAbsorption of BBV MEHBBV وConclusion. هلا الانترودكشن عندي هون للاورجانيك سيمي كوندكتر. الاورجانيك سيمي كوندكتر هي نوع من انواع المواد شبه الموصله التي تظهر عندي خصائص مختلفه عن خصائص مختلفه تماما عن الانورجانيك سيمي كوندكتر مثل السيليكون والجرمانيوم. هاي الخاصيه الفريده جعلت من الاورجانيك سيمي كوندكتر لها اهميه كبيره في التطبيقات اللي يصعب على الانورجانيك سيمي كوندكتر تحقيقها. من هاي الخصائص اللارج اريا فليكسبل لايتنج اند ديسبلايز بيزد اون اوليدز. هلا هون عندي الاورجانيك لايت ايميتنج دايود اختصار الاوليد، وهو تكنولوجيا ناشئه بيستخدم المواد العضويه، بيستخدم المواد العضويه كطبقه نشطه بتعمل على تحويل الطاقه الكهربائيه الى لايت، لكن ليس مثل الضوء اللي موجود عندنا فوق. من مزايا الاوليد اللي عندي اللي هي كان بي برينتد اونتو ا وايد فاريتي اوف سبستريتس، كان بي ميد يوزينج بلاستيك سبستريتس، مور انرجي افيشنت، ثينر، هاي برايتنس اند وايد فيوينج انجل. والديس ادفانتج لإله شورت لايف تايم وحساس بالنسبه للرطوبه. هاي صور بالنسبه للاورجانيك لايت ايميتنج دايود. عندي هنا بيمثل الفيوينج وايد فيوينج انجل، وهنا كمان اني بقدر اثني ثينر، وكمان الشاشه عندي رقيقه جدا. كونجوكيتد بوليمر، الكونجوكيتد بوليمر اللي هي الترنيتنج كربون دبل سنجل بوند. عندي بالنسبة للكربون عندي هنا دبل بوند وهنا سنجل بوند بالنسبة للكربون، وهي alternating يعني بالتناوب. الكونجوكيتد بوليمر conducting polymers اللي هي dubbed state مثل البولي أستيلين والبولي أنيلين وإلى آخره. اللايت إيميتنج بوليمر مثل البوليمر برا فينيلين والبولي برا فينيلين فينيلين اللي هي اختصاره البي بي البي بي في، وأيضا عندي الام اتش بي بي في اختصار لهذا الاسم، وعندي البولي فلورين اللي هي للبي اف. هنا عندي هاي تركيب البوليفلورين، ممكن ان يكون عندي ريد او بلو او جرين. البوليفلورين اللي هي ديريفاتيفز كان بي كونسيدرز از وان اوف ذا موست بروميسينج ماتيريال فور اوليد تكنولوجي. وعندي هنا الام اي اتش بي بي في، هو من يعني من المواد المهمه بالنسبه للاوليد لتكنولوجيا الاوليد. عندي preparation of polymer nano composites، عندي الـ MEHBBV أو البوليفلورين عادي بحطه في التلوين وبعديها بهذا الجهاز حتى إنه يخليه يحطه على السبستريت، بعديها في السبين كوتر حتى يعمله هوموجينيوس ومتجانس يعني. وحركة السبين كوتر مثل هيك راح يكون داخل الجهاز. الهومو اند لومو دياجرام اللي هي بتمثل لي مستويات الطاقة. الهومو اللي هي lowest occupied molecular orbital، واللومو اللي هي lowest unoccupied molecular orbital. عندي هاي الدوائر عبارة عن الكترونات في المدارات، وهي هنا بس في عندي ضوء ترد في ضوء من خلال الإكسايتيشن بصير عندي بنتقل الإلكترون من المدار الأخير للمدار الأول في اللومو. الكوندكشن أند فالانس باند، عندي الفالانس باند اللي هي حزمة التكافؤ بتكون مليئة في الإلكترونات، وعندي الكوندكشن باند حزمة التوصيل بتكون فارغة من الإلكترونات بيناتهم طاقة. هاي الطاقة
صغيرة جدا اللي هي فجوة النطاق اللي هي الباند جاب. جابلونسكي دياجرام، بالنسبة لجابلونسكي هون بيمثل لي العلاقة بين الانتنسيتي، عندي الابسوربشن الفلوريسانس والفوسفوريسانس. بالنسبة للابسوربشن عندي هون المنحنيات للخطوط المتواصلة اللي هي التحولات الإشعاعية، أما المتقطعة اللي هي تحولات غير إشعاعية، وبصير عندي ترانزيشن من الأس هون صفر لأس صفر الثاني. الابسوربشن اوف لايت بيمثل العلاقه بين الانتنسيتي والويف لينث. هذا الابسوربشن بالنسبه للمركب ام اي اتش بي بي في، عندي هذا المنحنى اللي هي شوز ذا روم تمبريتشر يو في فيزيبل ابسوربشن سبيكترا اوف ثين فيلم ام اي اتش بي بي في اكس هيبت ا برود ابسوربشن سبيكترام بيكت ات اباوت 500 نانومتر which arises from conjugated length of MEHBBV. عندي لونه أخضر ليه؟ لأنه عندي طول الموجة للون الأخضر تقريبا 520، فهو تقريبا لأنه أجا بال 500 فكان لونه أخضر. الفوتوليمينانسز بمثل المنحنى بين الانتنسيتي والويف لينث. The spectrum BL اللي هي الفوتوليمينانسز of MEHBBV shows an emission peak centered at 587 نانومتر، يعني هنا القمة الأولى اللي هي 587 and a shoulder at 639 نانومتر corresponding to the 0001 vibronic transition respectively. Conclusion. بالنسبة للconclusion راح أعرض فيديو. conclusion مثل ما شفنا بالفيديو مثل لي عن الاولد، عن شاشات الاولد وكيف انها رقيقه وكيف اني بقدر اني اتنيها كمان، وكمان انه شاشات الاولد واسعه الوايد فيوينج انجل، وعندي كمان الالوانها كتير واضحه ومهمه وبتوضح التفاصيل الصغيره جدا في الاشياء.
بالنسبة للconclusion organic light emitting diode are evolving as the next generation displays and this may lead to the future application in heads up display automotive dashboards and so on. وأيضا أنه ممكن أني أنقل شاشات الأوليد لما أنا أسافر بحمل بتنيها بحطها بشنتتي أو مثلا رحت على الصحراء بقدر أني أتنيها وأحطها بالشنطة وأنا بالصحراء بقدر أني أفتح شاشة الأوليد من خلال ضوء الشمس وبظهر عندي. طبعا أنا اليوم بفضل الله عز وجل أجتاز آخر القلاع، لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأساتذتي الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة والذين حملوا أقدس رسالة في الحياة ومهدوا لنا طريق العلم والمعرفة. إلى جميع الأساتذة وأخص بالذكر مشرف المشروع الدكتور إسحاق موسى اليوم وإلى كل الواقفين بجانبي منذ بدايتي وغلفوني بالحب والرعاية وفتحوا أشرعة سفينتي حبا لأنطلق وأقول شكرا من كل قلبي الذي ينبض الآن حبا وفرحا بكم وبكل ما أعانني الله عليه وحققته. وأخص أولهم إلى الذي أحمل اسمه وبفخر، إلى الذي تسري نبضاته به والدي العزيز الأستاذ نافذ يعقوب، ثم إلى طريقي المستقيم، إلى طريق الهداية، إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والأمل، إلى كل من في الوجود بعد الله ورسوله أمي الغالية. وأشكر صديقاتي وزميلاتي على شرفتوني بمناقشتي، شكرا لكم جزيلا.